هذه هي الخلاصه، لخصات المغرب كله في هذا الفيديو الصغير. فمني لك لالا التصفيق والتقدير، وتكوني حدايا نهبط لرجلك نبوسها لك، حيت انت امي، انت امي. انا عندي امي في الدار وانت امي الثانيه، وهضرتي بنفس اللغه اللي ممكن تهضر بها امي وموت اي مغربي اللي هو حر، قلتها في الاول. فما جيش انا واحد يقول لي عاش الملك والشعب يموت، يعني عيشوا كاملين يموتوا كاملين وافينا. فما بقاش نزوقوا الهضره كل مره ونحاولوا نديروا في هذيك اللعيبه ديال كنحاولوا نوصلوا ميساج. هذا هو الواقع، كنرجعوا في الاخر حتى الناعوره كدور كدور، كنلقاو يا غنموتوا كاملين يا نعيشوا كاملين. ماشي واحد عايش وهذه ميته، ماشي واحد في الرونج وهذه ميته، وفي الاخر تجي انا وتمشي دير لي سبيطار في افريقيا وفي غينيا وتصيفطنا 15 طن ديال السلعه ومساعدات ماليه وكذا، وولد بلادك كيموت والرعيه ديالك كيعاني. ما تسطيوناش، راه السعي يسعى ومرته تصدق، سي لا ميم شوز. مزيان حنا ماشي عنصريين، وغنقول لك لا حق حنا ضد دوك الافارقه اللي كيجيو هنا، مزيان، ولكن تنكونوا حنا مطفرينو. اوروبا راه ما دخلوا دوك الافارقه، تا وصلوا تا سالا وكذا، ولاو محتاجين يد العامله، حيت الناس وصلات صافي ما بقاش عندهم خدامه. حنا مش الشعب ما خدامش، الشعب ما لقيش ما ياكل. هذاك الشيء اللي كدير المساعدات لا سير دور به في الجبال، كدوروا في افريقيا وتهبطوا عند الناس عند الافارقه، وكان الصوره مزيانه حق باش يعترفوا لنا بصح راه الصحراء قهراتنا 40 عام، وكون بغيتوا الحل كون لقيتوه من الاخر. الفلوس اللي تخسرات على الصحراء اكثر من الفلوس اللي ممكن تربحوها منا مستقبلا، باش نكونوا واقعيين. النقاش ديال ان الصحراء مغربيه ماشي مغربيه غير كتزيدوه، حنا عارفين بان الصحراء مغربيه 200%، اذا علاش كناقشوها؟ باش اننا ندخلوا منها الفلوس، بحال شي حفره كيحلوها في المدينه وكيبقاو يسدوها ويحلوها كل عام باش الميزانيه تبقى تجدد، سي لا ميم شوز. بلاصه انا نمشي لافريقيا ونتصالح مع الافارقه، نتصالح مع الشعب هذا ماشي للجبال. الناس كتموت في هذا البرد هذا، الناس كتعاني، وحنا في جديده دابا هنا وشويه ديال البرد، والناس كتقفقف وبخشيه والقهاوي وتشرب القهوه سخونه والحليب سخون باش يلاه تدفى والكواش، ما بالك الناس في الجبال. دير واحد القضيه مزيانه، حيدوا وزاره الصحه وسميوها وزاره قله الصحه، حيدوا وزاره التعليم وزاره قله التعليم، وزاره السكن وزاره قله السكن، فكل شيء ولا عندنا غادي كينزل لتحت. اذا نبدلوا السميات. دابا حاليا الحكومه امتى دارت انتخابات؟ باقي ما تشكلاتش الحكومه، علاش؟ حيت ولينا ولات بحال شي وزيعه كتفرقوها بيناتكم، والمواطن مريح كيتفرج فيكم. امتى يدخلوا المدراء للشركات؟ امتى يعطيو يعني يديروا التجديد ديال الادارات؟ تتشكل الحكومه على خاطرها، حيتاش الوزيعه مازال ما تفاهموش مع ان تكون انت ومع ما نكون انا. والنفاق كيف ما كنشوفوا، البارح واحد كان ضد واحد، اليوم راه معاه، علاش؟ حيتاش متفقين كاملين باش ينهبوا الشعب. يعني هو لو توصل بهم الضروره انهم يتصالحوا ويشدوا المبادئ ديالهم اللي هي مختلفه ويمزجوها بجوج، ما عندوش مشكل، الهدف هو انهم يشفروا الشعب. وفي الاخير كنقول لكم لاول مره، اللي بغى يبارطاجي بارطاجي، اللي ما بغاش يبارطاجي ما يبارطاجيش، حيتاش حشومه نقول لكم انا بارطاجيو هذا الفيديو هذا. انتم وضميركم. كان معكم رضوان السلام، والسلام عليكم.